السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم الأفعال الخمسة. في الدرس السابق تناولت موضوع الإعراب الفعل المضارع، ويكون هو في له ثلاثة حالات: حالة الرفع عندما لم يسبق بأي أداة نصب أو جزم اللي هي لن وأن، أو أدوات الجزم اللي هي لم ولا الناهية. موضوع اليوم هو اسمه الأفعال الخمسة. من اسمه أفعال خمسة، إذن هو فقط أفعال وليس أسماء، أفعال فقط وليس أسماء. بالقواعد أنا عندي ثلاثة أفعال، عندي ماضي، مضارع، أمر. الأفعال الخمسة تتناول فقط الفعل المضارع، يعني أترك الماضي وأترك الأمر، أتناول فقط المضارع. أرجع وأقول إنه أنا أخذت بالدرس السابق مجموعة حروف أنيتو، مجموعة حروف أنيتو. إذا إجاني حرف واحد على الفعل المضارع كتبه، أو على الفعل الماضي، إذا على الفعل الماضي كتبه حرف واحد، إذا إجاني اللي هو الألف حوله من الماضي إلى المضارع. النون نكتب، والياء يكتب، والتاء تكتب. تمام، لحد هسه هنا أنا عندي أفعال مضارعة. الأفعال الخمسة تتناول فقط يكتب وتكتب. نهمل أكتب ونهمل نكتب، تأخذ فقط يكتب وتكتب. الياء للماضي، أقول المضارع الغائب، وتكتب للمخاطب. زين، راح أجي وأعرف الأفعال الخمسة. هي فعل مضارع، اتصل، آخره واو الجماعة. هاي أول وحدة، يعني الفعل المضارع اللي هو يكتب وتكتب، اتصل بآخره واو الجماعة. أقول يكتب واتصل بيها الواو والنون، هذا صار أول واحد. أنا بدي أسويهم خمسة، هذا أول واحد يكتبون. اثنين، بدل الياء اللي هي للغائب اللي أتكلم عن مجموعة ما موجودين يمي وغائبين عني، أقول يكتبون. زين، إذا هم حاضرين قدامي ودا أخاطبهم أقول تكتب، وأنزل الواو اللي هي واو الجماعة. صار كم واحد؟ اثنين، هذا أول واحد وهذا الثاني. زين، إيش قد بقالي؟ بقالي ثلاثة. حرد أعيد، واو الجماعة تتصل بالفعل الأخير، يا فعل الماضي لو مضارع لو أمر، فقط الفعل المضارع. زين، أي فعل منهم؟ اللي مبدوء بياء ومبدوء بتاء. تمام، أكمل موضوعي. زين، واو الجماعة أول وحدة، ثاني وحدة ألف الاثنين. إذن كم وحدة صارت؟ واو الجماعة ألف الاثنين. نفس الفعل اللي هو يكتب أشتغل عليه، مرة بالواو الجماعة ومرة بمن؟ بألف الاثنين. أقول يكتب حرف الألف اللي هو ألف الاثنين، صار عندي يكتبان، هذا واحد هذا اثنين وهذا الثالث. يكتبان تدل على المثنى، تدل على أنه شخصين دا يكتبون، لكن هم موجودين لو غائبين؟ غائبين عني. مين عرفتهم غائبين؟ من ياء الغائب. تمام، ما هو الدليل على أنه أنا فعلا ذكرته أنه هذا لألف الاثنين؟ من هذه الألف، تدل على شخصين. تمام، أكمل موضوعي. صار عندي يكتبون، تكتبون، يكتبان، هاي هسه بالياء، بعد بمن أكتبها؟ أكتبها بالتاء اللي هي للحاضر الموجود قدامي اللي دا أخاطبه. إيش قد صاروا عندي؟ صاروا عندي ثلاثة، يكتبون بالياء، تكتبون بالتاء، يكتبان لألف الاثنين مرة بالغائب، ومرة الرابعة أسويها بمن؟ بالمخاطب بالتاء. زين، هاي صاروا عندي أربعة. آخر واحد اللي هو ياء المخاطبة. من اسمها ياء المخاطبة، فهذه الياء تتناول فقط اللي موجودة قدامي، ياء المخاطبة اللي موجود قدامي فقط اللي أنا أخاطبه وأتكلم وياه. زين، من اسمها ياء المخاطبة، هل إنه أنا آخذ ياء الغائب من أتكلم عن مجموعة أو أتكلم عن اثنين غائبين؟ لو أتكلم عن اللي حاضر قدامي اللي دا ألاحظه، أخذ فقط
التاء اللي هي للحاضر، أقول تكتب تكتبين. إذن هاي الياء، هاي الياء ويا من مرتبطة؟ مرتبطة بالتاء، لأن التاء للحاضر والياء أيضا للحاضر الموجود قدامي. إيش قد صاروا؟ صاروا خمسة. إذن عندما أصوغ الفعل المضارع للأفعال الخمسة أتصل به واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. زين أنا هنا عندي ثلاثة، شو راح أسويهم خمسة؟ حرد أعيد، الياء اللي هو للغائب، ثاني وحدة نفسها الواو اللي هي واو الجماعة، مرة أشتغل عليها بالياء ومرة أشتغل عليها بالتاء، والألف الاثنين، هاي ألف الاثنين وهاي ألف الاثنين، مرة للياء اللي هي للغائب ومرة للتاء لمن تكون؟ حتكون للمخاطب الأخاطبة قدامي. ومرة أخيرة اللي هي فقط الخامسة حتى يكونون هما خمسة أفعال، حيكون الياء المخاطبة فقط تأخذ التاء اللي هي للمخاطب. هاي كيفية صياغة الأفعال الخمسة. بعد ما أخذت الأفعال الخمسة كيفية الصياغة، إذا أخذت فعل يصيد فإذا أسويها خمسة أفعال، يصيدان وتصيدان، الفعل الألف الاثنين مرة أسويها بالياء مرة بالتاء، وواو الجماعة مرة أقول يصيدون ومرة تصيدون، هذا صاروا أربعة، وآخر واحد تصيدين اللي هي ياء المخاطبة فقط وياها التاء. زين هسه نتناول الإعراب، إعراب الأفعال الخمسة. نجي هسه اللي هي رفع. إذا أجو أتناول الرفع فأذكر ترفع بثبوت النون، بمن ترفع بثبوت النون؟ مثال للإعراب، المهندسون يحضرون الحفلة. نيجي هسه المهندسون، الطبيعي من الطلاب انه اول ما يشوفون الواو فراح يقولون هذا فعل من الافعال الخمسة، لكن انا اجي اتحقق من كلمة كلمة بالجملة، المهندسون هو اسم لا تدل على فعل. زين صح هو موجودة به الواو، لكن هاي واو جمع المذكر السالم. زين اللي يدل لي هذا اسم فهي مبدوءة بأل التعريف، اذا هذا اسم اخذه لو ما اخذه من الافعال الخمسة اتركه. نيجي على لفظة يحضرون اللي هي يحضرون فعل. زين بما انه هو فعل موجود قدامه فعل مضارع واللي يدل على الفعل المضارع اللي هي الياء، زين الاحظ للنون، النون ثابتة لو محذوفة؟ اذا اشوفها ثابتة انتبه ارجع لكلامي من يقول لي رفع ترفع بثبوت النون، اذا النون ثابتة لو محذوفة؟ ثابتة. اذا من اعرب اقول عند الاعراب فعل مضارع مرفوع، كيف ذكرت انه هو مرفوع؟ الرفع ترفع بثبوت النون، اذا النون ثابته فاكتب مرفوع، ليش؟ لان النون موجوده، مرفوع وعلامه رفعه. اذا انا عندي فعل يحضر فعل مضارع بدون ما تتصل بي واو الجماعه فهو علامة رفع الضمة. زين هذا الفعل من هو مرفوع، ما هو الدليل على أنه هو فعلا مرفوع؟ أذكر علامة رفعه ثبوت النون. إذن اللي يدل لي على أنه هو فعلا مرفوع اللي هي النون إذا كانت ثابتة. زين هذا في حالة الرفع. زين بالأفعال أنا عندي حالة نصب وجزم، إذا أخذت للنصب فهي لد وأن، وإذا أخذت أدوات الجزم اللي هي لد ولا ناهية. زين إذا دخلت أداة النصب على الفعل المهندسون يحضرون الحفلة، من أحول بالجملة أقول المهندسون راح أخذ أداة النصب لن، هنزل الفعل لأن هي فقط تدخل على الفعل المضارع، لن يحضروا، تمام. ما راح أنزل النون، هي هاي النون موجودة، من أنزل لن راح أسوي للنون تنحذف،
وأكمل باقي الجملة. زين، من دخل أداة النصب على الفعل بالإعراب، أذكر يحضروا فعل مضارع. من دخلت أداة النصب لين، هل هو يبقى مرفوع؟ لا، يكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه. إذا أنا عندي يحضر ودخلت عليها لين، فحصير فتحة. زين، بما أنه هو من الأفعال الخمسة، فعلامة نصبه حذف النون. إذا علامة نصبه حذف النون. زين، من ذكرت أني حذف النون وقلت هنا منصوب، ليش ما ذكرت فتحة؟ لأن هذا الموضوع لمن يختص؟ لأنه من ضمن الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. زين، أكو ملاحظة قبل ما أكمل، إنه الأفعال الخمسة أو هو الفعل، الفعل العادي عندي إنه كل فعل يحتاج فاعل، لكن بالأفعال الخمسة راح يكون الواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة هي الفاعل، والفاعل واو الجماعة. بعد ما أخذت في حالة الرفع ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون. هسه أنا عندي تنصب وتجزم بحذف النون. إذا أدوات الجزم اللي هي لن ولا الناهية، عندما أعرب أقول الرجلان يتحدثان. زين، هنا فرقي عن الجملة اللي راح أغيرها، الرجلان يتحدثان. زين، هذا الفعل يتحدثان، بما أنه هو النون ثابتة، إما تابع للرفع لو تابع للنصب، تابع للرفع لأن النون ثابتة هاي أولا. ثانيا أنه لن تتصل به أدوات النصب اللي هي لن وأن، ولن تتصل به أدوات الجزم اللي هي لم ولا ناهية. هسه راح أجي وأغير بالجملة، أقول الرجلان لم اللي هي أداة الجزم، يتحدثان أبقى النون. زين، هل إنه أنا من ثبتت النون هنا وبقيتها موجودة، هل إنه أنا كلامي صحيح؟ زين، أرجع للقاعدة، تقول تنصب وتجزم بحذف النون. إذا من ثبتت النون هذا كلامي صح، لو أحذف أجي وأحذف النون، لأنه عندما تدخل أداة الجزم اللي هي لم تحذف النون، فتصبح الرجلان لم يتحدثا. زين، وعند الإعراب أقول يتحدثان فعل مضارع، فعل مضارع. زين، انتبه للأداة اللي مسبوقة قدامي، هل هي من أدوات النصب أم أدوات الجزم؟ انتبه، عدي لن وأن ولم ولا ناهية. إذا اللم هي من أدوات الجزم، فأذكر أنه فعل مضارع مجزوم. زين، أنا ذكرت أنه أنا بعد ما عندي سكون ولا عندي فتحة ولا عندي ضمة، أنا هنا عندي حذف النون، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه الأداة اللي خلتني أعرفها أنه هذا فعلا مجزوم اللي هو حذف النون. زين، لماذا ذكرت أنه هذا فعلا بحذف النون؟ لأن هذا يختص يا موضوع، لأنه من الأفعال الخمسة. إذا ذكرت أنه إعراب الفعل المضارع إذا ترفع بثبوت النون، راح أمسح هنا الأداة اللي هي أدوات الجازمة، أمسحها. إذا شو راح يصير بالنون؟ راح ترجع، رجعت النون، لأن ما مسبوقة بأداة لا نصب ولا أدوات جزم. إذا ثبتت اللم اللي هي أدوات الجزم، شو راح أسوي لها النون؟ أمسحها. إذا هذا الفعل من الأفعال الخمسة إذا يرفع بثبوت النون، وإذا ينصب أو يجزم علامة جزمه حذف النون، والفاعل يجب أن يكون هنا الفاعل. أنا عندي لكل فعل فاعل، إذا بما أنه هو يختص فقط بالأفعال الخمسة، فأذكر أنه الفاعل هل هي من المتصلة آخر شيء؟ واو الجماعة لو ألف الاثنين لو ياء المخاطبة؟ ألف الاثنين، إذا الفاعل ألف الاثنين.